بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أحمد الجهري وملحوظة خطيرة انتبه لها جيدا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، حقيقة بعض المتابعين يسألون عن أشياء معينة، لكن أقول لهم أن بعض المحترمين من أصحاب القنوات هنا وهناك الذين يمسكون العصا من المنتصف في شأن الشيخ أحمد الجهري، أقول لهم أنتم وشأنكم، لكن الأيام ستثبت لكم كثيرا مما نقوله. وإنت عشان خايف أحسن الرجل يظهر ويطلع المهدي فينتقم منك أو يحصل، هو عمره ما هيكون المهدي. الرجل ده عمره ما هيكون المهدي. الرجل ده أنا كما قلت لك، وأنا مصر أقول الشيخ أحمد الجهري، وبيعتب علي كثير من المتابعين، لأن ده الأدب اللي تأدبناه من رسول الله، واللي تعلمناه من أخلاق رسول الله. فبنتكلم بما الشخص يعني بيرتضي. إحنا مش أعداء لحد، ولا بيننا وبين حد ثأر ولا خصومة، لكن قد يكون أحد الناس غلب على أمره أو خدع من جهة معينة، فجاء يقول بصوت هذه الجهة وبفكر هذه الجهة، فربما يفتح قلبه لشيء من كلام الله ومن كلام رسول الله الذي نسوقه بين يدي الجميع، يمكن ويعني أو يبتعد عن هذه الانتقادات التي يحفر فيها وينخر فيها من الأشياء التي تؤجج يعني ضغائن وأحقاد بين المسلمين وبين بعضهم، لأن محدش هيسمح أن الصحابة يغمز لهم بطريقة معينة، أو يفتح موضوعات شائكة شرخت الأمة من قديم، قسمتها نصفين من قديم، فنفتحها النهاردة؟ لا، إحنا عايزين نغلق عليك الباب من هذا الأمر. فإحنا ما فيش بيننا وبين حد عداوة، إحنا بس بننبه إن المدخل ده آخره كذا، خلي بالكم، لا أكثر ولا أقل، لكن لا نسيء لأحد ولا، لكن بنقول المدخل ده تبع الجهة دي، إذا استمر هينتهي للنقطة دي اللي هم وصلوا لها، أنت برضو هتوصل لها، وعايز يوصل بكوا إليها. بنشير لده، بنذكر بده، بننبه لده، لكن اللي يطلع يمسك لي العصاية من النص يخلي الناس يختلط عليها الأمر، مش عارفة. أنا هنا أترك هؤلاء الذين يمسكون العصا من المنتصف، وأقول للمتابعين يا أخوان، إحنا لسه لم ننضج بعد، مش عندنا عقل رشيد نستطيع أن نزن به الأمور، مش عندنا كتاب وسنة من صغرنا بنسمع، حتى اللي مش متعلم بيسمع طول النهار إذاعة قرآن كريم أو آيات قرآن كريم أو كلام الرسول اللي بيقوله الناس في المسجد أو هنا أو هنا أو هنا، مش ده عامل لك خلفية إسلامية صحيحة يخليك تقيس الصح والخطأ، يخليك أنت حكمك صح؟ أنا أعجبتني أحد المتابعين يعني التي قالت ما أقوله هذا،
بعض الناس يقولون كذا والدنيا بتغر البعض، وراحوا يشجعون من يفتح كلاما يغمز ويلمز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي واعية، دي منتبهة، دي فاهمة. لكن اللي كلمة توديه وكلمة ترجع بيه وكلمة تروح ويقول لك احتارنا مش عارفين ليه، مش عارف ليه، انت صغير، ما خد بالك، خد بالك قلبك رايح فين. اللي تعلم القرآن وقرأ وسمع القرآن وسمع أحاديث الرسول، انت لغاية النهاردة مش فاهم طريقة الرسول ايه، مش فاهم طبيعة الرسول ايه صلى الله عليه وسلم في أخلاقياته خالص، ما سمعتش، مش تستطيع أن تقيس كلام أي حد على كلام رسول الله، وترفض ما يخالف كلام رسول الله وتقبل ما يوافق كلام رسول الله. يا إخوانا مش كده، مش كده. يعني بعض الناس اللي محتارين دول بيبقى ليهم تهيؤات معينة أو نفسيات معينة، دول بنعذرهم، لكن دول يعدوا على أصابع اليد الواحدة. والحمد لله احنا عندنا متابعين فاهمين تماما. فخد بالك، خد بالك من هذا الكلام. يبقى إذن اللي بيمسكوا العصاية من النص، أنا بخاطب المتابعين، خلى عندك فلتر اسمع بيه، اقتنع بنفسك، ثق بنفسك، ثق في مقياسك مما تعرفه من الكتاب والسنة وأحاديث الرسول وشخصية الرسول المستقرة في وجدانك. لو وجدت كلام عكس ده، لا لا لا، سيبه ورا ظهرك، خليك تابع لرسول الله، من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بكلمك عن هذا الكلام عشان اللي ماسكين العصاية من النص أقول لهم هذا الكلام، وأقول للمتابعين، لا ما بقولش إلا للمتابعين، يا متابعين يا أحباب رسول الله، من النموذج الأصلي لنا الذي أمرنا الله باتباعه؟ سيدنا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله، قرآن كريم أهو، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا سيدنا محمد يحببكم الله. حب ربنا هينزل عليكم لما تتبعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن بيرشدنا لهذا. طيب لما يأتينا سيدنا رسول الله اللي احنا أمرنا باتباعه وهو القدوة الأولى لنا والأخيرة، ويقول له الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى شجرة الدعوة الإسلامية في العالم كله مين؟ هو سيدنا رسول الله. ده شجرة الدعوة في العالم كله هو سيدنا رسول الله اللي الكل يقتبس منه ويدعو إلى الله. طيب لما الشجرة دي يخرج فرع منها بعكس ما فيها، يبقى تبعها؟ لا، ما يبقاش تبعها خالص. فلما الشيخ أحمد الجهري يتحدث عن المهدي، وإحنا عارفين إن المهدي كما استقر عند أهل السنة وهو الصحيح إن شاء الله أن المهدي جاء ليحيي سنة رسول الله، المهدي المنتظر اللي كل الناس بيتكلموا عنه ده، وضل البعض وانخدع البعض والخزعبلات ركبت رأس البعض وراحوا في سكة تانية خالص غير اللي النبي قالها. والواحد بيسمع أشياء ويضحك ممن ذهبوا له في أمر المهدي هذا، لكن المهدي ما نذهب إليه فيه هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هيأتي في آخر الزمان ويصلح و. لكن المهدي قيل فيه 1050 حديث، لما تحقق الأحاديث الصحيحة فيها بسيطة جدا، انزل 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 هتجد الشوكاني في نيل الأوطار جعلهم 50، انزل 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 هتجد الشيخ مصطفى العدوي في عصرنا الحالي ده جعلهم 4، هتجد غيره في المملكة العربية السعودية العلماء دراسة أكاديمية كاملة مالها جعلتهم يعني 14 حديثا مثلا، أو استنى كده أفتكر لك، أنا ذكرتهم لك هنا مرة، حوالي يعني 11 و5 تقريبا، 14 حديثا، والاثار طبعا بنفس الطريقه، يعني كلهم الاثار والاحاديث كله 46 اثر وحديث معايا.
فالأحاديث منهم حوالي ما وصلوش لعشرين، ما وصلوش لعشرين حديث على ما أذكر يعني. يبقى أنتوا الألف وخمسين حديث دول جئتم بهم من أين؟ ما هم اللي شغالين دول شغالين في الباقي، اللي هو الألف وخمسين حديث وأثر وخزعبلات وكلام كله ممكن لا يرقى إلى قرابة عصر الرسول أصلا. ناس مألفاه، لكن ما صح عن رسول الله أنا ذكرته لكم قبل ذلك، ذكرت لكم، أنا مش يحضرني العدد الآن، لكن أنا ذكرت لكم قبل ذلك. وكمان العدد ده كله اللي هو قرابة العشرين حديث والستة وعشرين أثر مثلا، يعني اللي كلهم أثر وحديث 46، في منهم الصريح وفي غير الصريح، يعني في منهم اللي ذكر المهدي، كلمة المهدي صراحة، يبقى ده صحيح صريح. وفي اللي ذكر رجل من أمتي ولم يذكر كلمة المهدي نهائي، ده صحيح غير صريح، يعني ممكن ما يكونش المقصود بالمهدي نهائي. ده كلامنا كله على الصحيح اهو. يبقى الصحيح في صريح وفي غير صريح. طب امال اللي زاد عن كده الناس دي من اين جاؤوا به؟ جاؤوا به من مكان ما جاؤوا به؟ لا خلاص، من اي مكان، من اي مكان، والناس تسمع وتصدق. فانا اقول لك الشيخ احمد الجهري بيتكلم عن المهدي، اللي هو جاء المهدي ده جاء ليحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك إن المهدي هيأتي لا يرحم وبقسوة لا يتخيلها أحد، هو بيقول لا يتخيلها عقل، يعني المهدي جاء لا يرحم. طب بس النبي كان يرحم، النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد للرحمن الرحيم ورسول الرحمن الرحيم، وقال عنه الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى لما يكون الشجرة، شجرة الدعوة الإسلامية في العالم كله، سيدنا محمد رحمة للعالمين، ويأتي فرع تابع لهذه الشجرة اللي هو المهدي، فأنت يا شيخ أحمد يا جهري تصفه بأنه قاس ولا يرحم، ويعني يقتل بلا رحمة، ومن يجادله يقتله أيضا بلا رحمة، ما فيش عنده جدال، فيش عنده حد يقول له اديني دليلك أبدا، فيش نقاش معاه. أنت بتقول كده يا شيخ أحمد، لدرجة أن الناس من المسلمين في زمانه يقولون لو كان من آل محمد لرحم، يعني المسلمين هيشكوا أن ده مش من آل محمد أصلا، لأن طريقته مخالفة لآل محمد ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت بتقول كده يا شيخ أحمد يا جهر، حتى يقول الناس لو كان من آل محمد لرحم. اللي أنت بتوصفه ده مش هو الغصن اللي احنا عارفين الشجرة بتاعته، لكن المهدي اللي هيأتي، هيأتي يحيي سنة رسول الله، يتخلق بأخلاق رسول الله، ينفذ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي احنا مؤمنين بيه، واللي العلماء وجمهور العلماء السنة والمنصفين والموحدين في شتى بقاع الأرض عارفين إن هو ده الخبر اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومش ممكن المهدي يأتي مخالف لرسول الله ولا عكس منهج رسول الله، أو يكون الرسول بيرحم وهو يأتي لا يرحم، يكون الرسول رحيم ورؤوف بالناس وهو يأتي لا يرحم قاسي على الناس، مش ممكن. اسمع معايا كده الشيخ أحمد بيقول إيه، ثم ارجع معي مرة أخرى. سيقيم العدل والقسط ويمحو الظلم والجور بالبطش. الإمام المهدي جبار شديد البطش على الظالمين. الإمام المهدي لا يقبل الجدل ولا يقبل النقاش، سيفه يسبق لسانه. الإمام المهدي يرحم كالأم ويبطش كالأسد. يبدو أن الإمام المهدي يكره صنفان من أعدائه، يكره الجرحى ويكره الأسرى. الإمام المهدي قوي شديد البطش، حتى يقال أن أهل زمانه يقولون عنه لو كان من آل محمد لرحم. سمعت معي ما قاله الشيخ أحمد الجهري؟
يعني كأن الشيخ أحمد الجهري بيصف زعيم نازي قاسي لا يرحم، حتى يقول الناس أهل الإسلام في زمانه لو كان من آل محمد لرحم. أنت بتوصف مين كده يا شيخ أحمد يا جهري؟ ده أنت كده بتقول للناس من غير ما تشعر إن الجماعة اللي هم أهل الدال والعين والشين، فاكرهم اللي كانوا بيقطعوا الرؤوس ويحرقوا الناس أحياء ويفجرون المسجد على المصلين في صلاة الجمعة، أنت كده بتقول إن الناس دي أهل الدال والعين والشين، دول كانوا صح، كانوا على صواب، لأن المهدي هيأتي بنفس السلوك كما تقول أنت، لكن كلامك خطأ، وكلام من يمسكون العصا من المنتصف تأييدا لك خطأ، أن مش ممكن الخبر اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي ونحن نصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أنتوا تلوا دراع النصوص وتخلوه بالشكل ده، تخلوه يأتي مخالف لرسول الله. لا، هو جاء يحيي سنة رسول الله، يحيي سنة رسول الله، ويسير في الناس بتعاليم رسول الله، ولن يأتي بشرع جديد مخالف لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع رسول الله يستمر حتى تنتهي الدنيا، لا يأتي شرع بعده خالص. ممكن ينسى عند البعض وينسى الناس حتى تقوم القيامة على شرار الخلق، لكن ما فيش شرع تاني هيأتي بعده أبدا. خدت بالك معايا؟ فياريت ناخد بالنا ان الملحوظة المهمة دي، اللي بيمسك العصاية من النص بالله عليك كلم الناس بما يرضي الله ويرضي رسول الله. وأنت أيها المتابع الكريم، لو وجدت الناس كلها مشيت في جهة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليمه عكس هذه الجهة، القرآن الكريم عكس هذه، لا خليك مع الإيه؟ مع القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدوروا مع القرآن حيث دار، ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيث دار، فدوروا مع القرآن حيث دار. هيأتي زمان القرآن يبقى في ناحية والدنيا في ناحية تانية خالص، والناس بالحكم بالدنيا في ناحية تانية خالص، انت هتمشي مع مين؟ امشي مع القرآن الكريم. فدوروا مع القرآن حيث دار، فخلي بالك من الأمر ده. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لأرشد أمرنا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.